كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لوك جديد على القناه ديالي واللي غادي نشارك معكم فيه عيد ميلادي. الان اجبرتوني باش نتغدى شي حويجات اللي غادي نحتاجهم في البريباراسيون ديال الكيك الكاب كيك لا ديكوراسيون ايتو. خليكم معايا. الوغ هنا يا حبايب قلبي غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي شريت بوغ لا ديكوراسيون. الوغ خديت هاد لو برودوي هذا من جوميا. في الحقيقه ما بقيتش عاقله على لو بري ديالو، ولكن جو بونس في حدود ديال 35-45 درهم. هاد لو برودوي هذا فيه دو ستيل او فيه دو تيب. لو تيب الاول هو اللي خديت انا لي البومبيات ديالو كيطلقوا اللون ابيض لا لوميير بلونش، وكاين لو ستيل الثاني لي البومبيات ديالو كيطلقوا بزاف ديال لي كولور. Mais vraiment, vraiment, c'est le style de la lumière blanche. Anna, j'aime beaucoup. Je dis bien sûr les ballons, les couleurs. Donc, je pense faire un happy birthday. Voilà. Le vert, Eid Milad Saïd. Le rose, Eid Milad Saïd. Et. جون هابي بيرثداي. بالنسبه لو بري درهم الوحده. هاد لي بالون هادي كيجيو فيها الارقام. فوالا جي 27 وشرف تا خوتي. خديت غير لو ستيل صغير هادو 8 درهم الوحده، الوغ كو لو ستيل الكبير ديالهم 10 درهم الوحده. خديت هاد الشميعات هادو اللي غادي نزوق بهم لاطاب، خديتهم بالنكهه ديال الياسمين. بالنسبه لو بري 8 درهم. اخر حاجه هو هذا لو بابي هذا ديال اليدين، خديته بهذا لو ديزاين، الحقيقه عجبني بزاف بزاف. بالنسبه لو بري 5 درهم، 5 درهم. والان حبايب قلبي غادي نشارك معكم مقادير كيكات الجينواز واللي غادي نحتاجو فيها 5 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر، 3 معالق ديال الزيت، 2 ملعقتين ديال الخل، 150 غرام ديال الدقيق، 1 خميرة ديال الحلوى، قشرة البرتقال. بالنسبة لمدة الطهي 20 دقيقة، والفرن على درجة 180. كيف ما كتشوفوا متابعي الكرام، بعد ما خلطت البيض الان غادي نضيف له السكر وغادي نخدم الخليط حتى كيولي ابيض كيف ما كتشوفوا في الصورة. من بعد كنزيد له الزيت والخل.
الخليط ديالنا ها هو واجد. الان غادي ندهنوا الطاوة بالزبدة، غادي نرشوها بشوية ديال الطحين، بعد ذلك غادي ندخلوا الكيكة ديال الجينواز للفرن اللي مسخن على درجة 180 لمدة 20 دقيقة. الوغ بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، دانون ديال الفاني، 3 الكؤوس ديال الدقيق، خميرة ونصف، بودرة شوكولا، قشرة الليمون. الوغ بالنسبة للعبار ديال السكر والزيت والطحين غادي تعبروه بالكاس ديال دانون. في الخلاط الكهربائي غادي نعمل جوج ديال البيضات مع السكر، غادي نخلي الخليط حتى يتجانس. ملي نحس بلي السكر داب غادي نضيف كاس ديال الزيت مع الحك ديال دانون ديال الفاني، إضافة إلى قشرة البرتقال. بالنسبة للخميرة ديال الحلوى وبودرة الشوكولا فغادي نخلطها مع الطحين. فهمتم معي؟ الان غادي نوضع الخليط ديالي في هاد الكويسات كيف ما كتشاهدوا مشاهدي الكرام. الفرن عندي مسخن درجة 180، غادي نخليهم يطيبوا لمدة 25 حتى 30 دقيقة. وهنا مشاهدي الكرام غادي نوريكم تقنية جديدة لطي مناديل الورق بهذه الطريقة هذه، فخليكم معايا. Thank you.
ودابا غادي نمشي باش نقاد في راتي. في الحقيقة حيرت ما بين هاد الألوان هادو، ما عرفتش واش نعمل هذا هذا ولا هذا. المهم انا جو بونس غادي نعمل هذا بحكم انني غادي نلبس اون روب نوار، دونك كنفضل هذا باش يبان شويه. فوالا كيف ما كتشوفوا انا قديت الطفيرات ديالي، هذا هو اللون، كيجي مزيون 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 بزاف. انا شخصيا هذا اللون هذا كيحمقني. فوالا